بدأت وزارة الصحة الاتحادية توزيع أدوية المنحة المصرية البالغة 25 طنا وتضم 88 صنفا من الأدوية بحضور السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى والمدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم دكتور بابكر محمد علي وعدد من إدارات المستشفيات. وأكد والي الخرطوم الفريق ركن مرتضى عبد الله وراك عقب التدشين في قاعة التنسيق الصحي بالصندوق القومي للإمدادات الطبية اليوم، قال إن أزلية العلاقات تحتم على الكل وضع أيديهم لنهضة واستقرار الشعوب، لافتا إلى أن الهدية المصرية من الأدوية تضم مختلف أنواع الأدوية والمستهلكات الطبية لتوزيعها على المستشفيات، مشيدا بالتعاون بين البلدين. وقال وراك إن الإجراءات المطلوبة كافة تم اتباعها بشأن الأدوية ومن ثم الجاهزية لتوزيعها، مثمنا دور الصندوق القومي للإمدادات الطبية في تصنيف الأدوية وتوزيعها لكل مستحقيها، مشيدا بجهد العاملين في القطاع الصحي بأكمله.